عصام الجلد فيه فواكه فيه كنافة. هو طبق جيلي مغلق شوية بس ما عليك، طبق جيلي مليان فيه فواكه، موز، برتقال، تفاح، فراولة، أي حاجة، وفيه كمان كنافة. تمام؟ عايزين نغطي الطبق. الشيف اللي بيغطي عندي اسمه ايه؟ الليمسيه. معايا بقى؟ انا هغطي بالليمسيه اهو. يبقى الغطا عامل كده. لما ارسم النيوكلس ارسمها ايه؟ حد يعرف؟ سنترال وراوند. طب الناس بقى بتجاوب عليها بايه بالظبط؟ هذه الليمسيه نوعه ايه؟ كوبويد. سيرفس. صح؟ انا عندي الليمسيه كام نوع؟ أربعة. ده اي نوع فيهم؟ سيرفس. طب والسيرفس كام نوع؟ سيرفس نوعين. سيمبل. يبقى ده سيمبل. والسيمبل كام نوع؟ أربعة. ده اي واحد فيهم؟ كوبويد. يبقى ده الغطا بتاع الطبق. امال ايه اللي هنا بقى؟ هنا الكونكتيف تيشو. بيتركب من كام حاجه كده؟ من ثلاثه. صح كده؟ الفواكه دي هي نفسها كلمه سيلز. الخلايا. والكنافه دي اسميها ايه؟ فايبرز. قريبه من كلمه فيلامنت فعلا. الياف. طب والجيلي؟ اسميه جراوند سبستانس. نبص كده على الرسم. الاول بس الخط ده اللي احنا ده اسمه ايه؟ بيزمنت. تمام، هي مكتوب عندك بيزمنت كلمتين. الناس تركز عشان تفهم يعني ايه كلمه كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو ده فيه خلايا كتير، هو هيرسم لك اشهر خلايا. اول خليه مكتوب عندك هنا كده اهو، مكتوب عندك اسمها ايه؟ اكتب عليها المصنعه للالياف. خدتها في وصفتها من دلوقتي وخدناها قبل كده. فايبروبلاست معناها المصنع، بلاست يعني المصنع، وفايبر يعني الالياف. لو كتبت فايبروبلاست انا في الرسمه يا جماعه، اكتبوا جنب الرسمه طبق جيلي بالفواكه والكنافه. لا خدناها ولا كده عليه. يبقى الخلايا دي اسمها ايه تاني؟ يعني فايبر بلاست مصنع للالياف. رسم تحت خليه كده ومليانه نقط، مليانه حبيبات اسمها جرانيولز. هذه الخليه اسمها ماست سيل. اسمها ايه؟ انت وظيفتها ايه؟ الحساسيه ضد دلوقتي كده بالانجليزي فورين بروتين. خدتوا بروتينات في البايو ولا لسه؟ خدنا ايه؟ بروتينات. المهم لما تاخد بروتينات في البايو خدنا بروتينات في البايو 20 بروتين بس. في انواع ثانيه كتير كلها غريبه عن جسم الانسان. لو دخلت جسم الانسان ممكن تعمل له حساسيه. اشهر بروتين غريب بتاع الفراوله. مش كده في ناس كده بتجيلها حساسيه من الفراوله. موجود في البيض. موجود في سم التعبان. ايه؟ يا جماعه التعبان؟ لا عادي. في تعابين اسمها السامه. بتموت عاطفي. في تعابين تانية مش سامة بس جواها بروتين. بروتين يعني هو مش بتاع الخلية؟ مش بتاع الإنسان، أنا قلت كده البروتينات اللي في جسم الإنسان 20 بروتين. حد فاكر يا جماعة فيلم كان فيه كلمة بتاع عزيز محمد زكي؟ أبو علي. أبو علي لما اتقرصت بالتعبان. طلعت زكريا بقى هو من أهل البلد، قال له إيه؟ ما بيعملش حاجة، ده هيعمل إيه؟ شوية سخونية. هي إيه؟ حساسية. لكن هو فعلا التعبان ده كان سام. كان يا ريت ما نسيتش. كانت اللي حصل بقى وحصل اللي حصل بعدها. حصل بعدها قصة الحب نشأت لما جت الحساسية. الخلية الثالثة بقى أهي أهي اسمها بلازما سيل. احنا في صفحة 109 يا حاتم. تلاقي عندك رسمة، الرسمة دي فيها سيل. كل واحد فيهم جماعة أهو فايبر بلاست أهميته إيه تاني؟ مصنع للألياف، الماسك. حساسية ضد أي بروتين غريب، بروتين غريب يعني بروتين موجود في الفراولة، موجود في البيض، موجود في جسم الإنسان، يعتبر غريب عننا. البلازما دي المصنعة للأجسام المضادة. طبعًا عارفين يعني إيه أجسام مضادة بالإنجليزي؟ أنتي بودي. تمام. بعد كده الخلية رسمها هنا. رسم خلية هنا كبيرة قوي ونواتها صغيرة ورسم فيها حاجة دايبة كده. مكتوب عليها فات سيل. يعني خلية دهنية. رسم هنا خليه وعمل لها اسنان كده، لو ركزت لها اسنان كده مرسومه. تمام، بنكتب عليها ايه وظيفه الماكروفاج؟ فاجوسايتوزيس. فاجوسيتيك.
ودي الفواكه بتاعتنا اللي هي عامله زي السيلز. يعني ايه فوتوسنتيز؟ يعني هتاكل اي حاجه، تاكل اي حاجه، تاكل اي حاجه، ماكروفاج يعني مطبوع، ماكروفاج كبير يعني. طيب ارسم بعد كده ليه؟ كنافه. كنافه في كنافه بتكون كبيره كده وماكروفاج مع بعضها عامله كده. مكتوب عندك ايه؟ لا كولاجين. وبعد اول نوع من الكنافه اسمه كولاجين فايبرز. ناس شايفاه؟ طب في عندك واحده تخينه كده وبرانشد اسمها ايه؟ الاسنة. مش شايفانها؟ السودة؟ السودة اه غامة كده وبرنش. في بقى كنافة عاملة كده. شايفين عندكم؟ اهي. اسمها ايه بقى؟ جروب سلت. رتيكولار فايبرز. رتيكولار فايبرز. في عندك هنا كده كنا مكتوب اسمها بيزمنت تمبرين، دي مكتوبه غلط. في عندك حاجه هنا مكتوب عليها بيزمنت تمبرين، دي مكتوبه غلط بس يعني خطا مطبعي بس هو خلاص كده مفهوم. حد يعرف الجيلي موجود فين؟ الجيلي اللي هو ده بقى، شايفين الجيلي اللي هو ده اسمه جرافون سابستنس. تمام؟ في كتب بقى بتكتب ايه؟ بتقول لك مش دي السيلز وده المكون الاساسي؟ امال الاثنين دول بنسموهم ايه؟ يسموهم اكسترا سيلولار ماتريكس. الكلام ده شكله كتير ناس كتير جامده اللي كانت بتكتب الكتاب ده. كتاب الرسمه يعني. مكتوب يا جماعه عندكم فايبر بلاست، الناس كلها فاتحه الكتاب. فايبر بلاست يعني ايه؟ مصنع للالياف، خليه مصنع الالياف اللي هي الالياف دي. هي الكنافه. مص سيل خليه مسؤوله عن الحساسيه لو دخل اي بروتين غريب جوه الجسم. خليه اسمها بلازما سيل بتصنع انتي بادز اجسام مضاده. فات سيل من اسمها صنع فات. ماكروفاج من جنبها فاجوسيتك يعني بتاكل. الرسمه دي كمان بتلخص لي الشابتر كله عشان لما اجي اقول اي اثبات تاني هو موجود فين. خلاص؟ يبقى المنظر ده طبق جيلي بالفواكه والكنافه. طبق الجيلي لازم يكون عليه غطا. الغطا ده الشابتر اللي فات اللي اسمه ايه؟ بيبسي. ممكن ارسمه زي ما انا عايز. انا هنا نوعه سيرفس، هنا سيرفس سيمبل، كان ممكن ارسمه طبقات كده ستراتيفايد حسب ما انا عايز. وده الغطا. والغطا اللي هو اللي بيصير تحتيه خط اسمه ايه؟ بيزمنت من اهو المنظر اهو. مال اللي تحت ده اسمه ايه؟ بيتكون من كام حاجه؟ من ثلاثه. رقم واحد سيلز، ودي امثلتها هي 12 خليه. دي امثلتها. بعد كده في عندك ايه؟ الفايبرز كام نوع؟ اول نوع اسمه ايه؟ كولاج. النوع الثاني اسمه ايه؟ كلاسيك. النوع الثالث الضعيف ده اسمه ارتيكولا. يطروا الاثنين بس اللي هو ترامب سبستانس والفايبر سول، ما بس اللي اكسترا سول ماتكس ولا سيلز معاهم. بس معاك السيلز هتبقى اكسترا سول ولا لا؟ خليها كلها. لا خلاص هم ثلاث مكونات، هم ثلاث مكونات سيلز وفايبرز وترامب سبستانس. فالسيلز حطوها في نقطه واحده والاثنين دول هسموهم ايه؟ اكسترا سيلولا. يبقى دي سيلولا ودي اكسترا سيلولا. فهمت الكلام ولا فاهم؟ بس اكسترا سيلولا دي يعني المفروض تكون بره الخليه. طب ليه فاهم بره الخليه؟ الخليه فين؟ خليه اللي بره الخليه يا اما يكون فايبرز هو اما يكون جراوند سبس. بره الخليه؟ انا بقصد بره. لا مش جوه الخليه. هقسمها ماشيه فوق الخليه، دي فوق الخليه مش جوه الخليه. خلاص يا شباب الرسمه اتفهمت؟ بس ما تفهمي ناس كلها فاهمه. بصوا بقى على الكلام النظري. اول نقطه عندكم مكتوب نكتب عليها كده ديفينيشن. كل احنا عرفتوا الصفحتين دول تبقوا عليكم ام سي كيو الاول. ام سي كيو عن تقراهم بس. ما تقراهمش بورقه وقلم يعني. اذا كنت انت بتذاكر كله ايه؟ كله قرايه. ما تذاكرش ورقه خالص. شرط ايه؟ ممكن نحفظ بس من غير ورقه. والله؟ اه. من غير ورقه. لما كنا نيجي نحفظ لازم ورقه وقلم. ضيع ورقه. اه ضيع ورقه. ضيع ورقه بس مسكت معاك. ايه؟ عشان انت لو تذاكر ورقه وقلم كده الحواس كلها معاك بتركز بتاع اول نقطتين نكتب عليهم الديفينيشن. اول تعريف عيده تاني خدناه في تافل بسيليم. واحد من الاربعه. واضح ان الاربعه دول مهمين قوي.
فنطلع من أربعة أسهم ونكتبهم تاني. مين الثلاثة الباقيين؟ إبيثيليوم ونيرف ومصل. واضح كده إن الحتة دي مهمة. بيعيد التعريف تاني. واحد من الأربع أنسجة الأساسيين. One of the four basal or primary body tissues. ومين الثلاثة الباقيين؟ إبيثيليوم خدناه الشابتر اللي فات ولسه هناخد النيرف والمصل. بيقول إن هو فاوند بيثرو أوت ذا بادي. يعني موجود في كل حتة في الجسم. أهميته serving for binding and connect. عشان كده سميته connected. connect يعني بيربط الأنسجة ببعضها. بيربط الأورجانز ببعضها. bind. bind هي نفسها كلمة connect. كلمة throughout. throughout يعني في كل الجسم. found throughout the body. serving يعني وظيفته. يقوم بإيه؟ يقوم إن هو يعمل connect وbind الأورجانز والتيشوز مع بعضها. النقطة بعد كده وتبدي في الأوجمنت. نكتب القسم إيه؟ origin. origin يعني بيجي إزاي؟ يا دكتور يعني connective tissue هو اللي برا بس ولا open tissue اللي جوه؟ ده كله connective tissue. اللي جواه؟ عبارة عن ثلاث حاجات. fibers round substance. هو اللي بيعمل سبورت هو اللي برا بس. اللي برا بيعمل سبورت لله؟ البيزمنت البرين بتاع وبيعمل سبورت زي ما قال السيستم وينفع اكتر. يعني حضرتك المربع ده هو اللي كنا بنسمعه قبل كده. ايوه الاوريجن بيطلع ازاي؟ بس يا جماعه لسه كام ساعتين دلوقتي. ساعتين بس هتطول الشغل ده. يلا يا شباب فكده المفروض نقول ان السبير هيعمل فيرتلايزيشن للاوفم والخلايا دي قلنا بنسميها تسميه قديمه اسمها جيرم سيل خلايا جرثوميه لما تتحد مع بعض تعمل لي خليه اسمها زيجوت تنقسم مره واثنين وثلاثه وعشرة فتعمل لي كتله توتيه وبعد تعمل لي حاجه اسمها امبريو. امبريو يعني ايه؟ كم طبقه جنين؟ ثلاثه. الطبقه اللي بره اسمها ايه؟ اكتو. واللي جوه خالص انتو. والميدل ميزوديرم. كان اللي بيصير بيطلع منين؟ من الثلاثه. الكونكتيف تيشو بيطلع من الميزوديرم فقط. عشان كده هيشرح لك الميزوديرم. مش هخش قبل كده بشرح الميزوديرم اسمه باللاتيني ميزنكايم. هتحطوها في الامبريولوجي. اسمه تاني عباره عن ايه الميزنكايم دوت؟ عباره عن تيشو. بص معايا كده تيشو يعني طبقه زي انا رسمه ده بس طبعا مش فيه الا خليه واحده اسمها الخليه دي ميزنكايمال سيل واللي حواليه يبقى ايه؟ يبقى الجيل. طب الخليه دي بتصنع حاجه وما بتصنعش اي حاجه خالص فحطينا عليها كلمه اندفرنشيتد. اكيد عن فرانشيتد مش متخصص. كل اللي بتعمله انك بتتجوز وتخلف تنقسم ميتوزس في الاول تاني ده اسمه ايه؟ امبريو. كم طبقه؟ ثلاثه. الطبقه اللي في النص اسمها ايه؟ هي دي الاوريجن بتاع الكونكتيف تيشو. فهيفتح الميزوديرم هنا. الميزوديرم اسمه التاني ايه؟ ميزنكايم. يبقى الميزنكايم ده اسمه التيشو جواه خليه. يبقى الخليه اسمها ايه؟ ميزنكايمال سيل. هذه الخليه بنوصفها ان هي اندفرنشيتد. كلمة اندفرنشيت معناها بدائية غير متميزة غير متخصصة. كل اللي بتعمله ان هي ستيم سيل. يعني ايه ستيم سيل؟ خلية جذعية. ايه سموها خلية جذعية يا جماعة؟ لا بتيجي لسه بشجرة العيلة. اهو بص معايا اهو مش شجرة العيلة كده؟ اهو سيادتك مثلا دكتور انت مكانك هنا صح؟ كده اندفرنشيتد متخصص. طب وجدك بقى القديم خالص الحتة دي اسمه ستيم سيل. اسمه تاني؟ كان موجود عند الجزع. هذه الخلية اسمها هو UMC. اسمها ايه تاني؟ كل وصفتها ايه؟ تتجوز وتخلف. فهمت ولا؟ طب نرى مكتوب عندكم ايه؟ The connective tissue originate from embryonic mesoderm. يعني الميزوديرم بتاع الامبريو. يطلع الامبريونيك يطلع الميزوديرم بتاع الامبريو. مكتوب ايه فيه؟ ما فيش مش كده اسمه تاني ميزنكايم. اللي هو الميدل جيرم سيل لير اوف ذا امبريو. الطبقه اللي في النص بتاعت الامبريو. يطلع الميزنكايم بقى عباره عن تيشو. ففي خليه. هذه الخليه زي ما انا رسمتها كده شكلها فيوزي فورم. عارفين يعني فيوزي فورم؟ زالي. ممكن تكتب سبند خلي بالك. فورستيليت يعني ايه سيليت؟ شبه النجمه. خلاص؟ موجوده فين؟ في اكستنسيف جيلي لايك جراوند سبستنس. حواليها جيلي كتير قوي اهو. هو التيشو عباره عن سيلز وجيل. الخليه بقى اسمها ايه بقى؟ Undifferentiated mesenchymal cell. اختصارها معروف UMC. دي الستيم سيل يعني الخليه الجذعيه.
مش عارفه كلمه ستيم في مكانها كلمه ماذر سيل، الخليه الام بتاعه كل خلايا الكونكتيف تيشو. بتصنع حاجه؟ لا. ما بتعمل ايه؟ تنقص. كل ما تنقص دي كام خليه؟ خليتين، واحده تمشي في الطريق بتاعها ديفرنشيت، واحده تفضل زي ما هي ايه انديفرنشيت، بعد شويه ايه تنقسم تاني وهكذا. كل ما تنقص دي خليتين، خليه تكمل وخليه تفضل مكانها. ما ينفعش تدي خليتين يكملوا، لو تكملوا ما عادش عندي ستيم سيل، يعني بعد شويه مش هيبقى مش عندي ما عنديش ريبير. لا، هما اتنين، واحده بتكمل وواحده تفضل مكانها. فهمنا يا جماعه الديفلوبمنت والامبريولوجي؟ اهم حاجه فيه كلمتين ميزوديرم ميزنكايم يو ام سي، عشان هو اصلا بيجي ام سي كيو مش هيجيلك نظر. بعد كده مكتوب ايه؟ جنرال كاركترز، الصفات العامه دي كانت مهمه شويه في الام سي، هي مش مهمه. يعني عمرها ما تيجي نظر، هي برضه اخرها ام سي كيو. رقم واحد اعيد تاني اهو، تيجي دايما كومبليت الكونكتيف تيشو از كومبوزد اوف كام حاجه؟ ثلاثه سيلز اللي هي الفواكه، فايبرز اللي هي الايه؟ منافع، وجراوند سبستنس اللي هو الايه؟ والاثنين دول ممكن نكتب عليهم ايه؟ يبقى نكتبهم كده اكسترا سيلولار ماتريكس. ناس فهمتها يا جماعه؟ يبقى الكونكتيف تيشو بيتكون من ثلاث حاجات، رقم واحد سيلز خلايا، رقم اثنين فايبرز يعني الياف عامله زي المنافع، رقم ثلاثه جراوند سبستنس هو الجيلي. الاثنين دول مع بعض ممكن نسميهم ايه؟ طب هسأل سؤال، امال الاكسترا كان بيتكون من ايه؟ سيلز اونلي ويز نو اور مينيمال انترسيلر سبستنس، هذه مش موجوده اصلا، موجوده هي سيلز فقط، خلايا لازقه في بعضها. فهمنا كده؟ الفرق الثاني او النقطه الثانيه مش كده بس، ده قال لك ان الخلايا انتوا عندك في الصف الثالث تقريبا فار ابارت، عارفين يعني ايه فار ابارت؟ بعيدة عن بعضها، والماده اللي ما بينهم اللي اسمها الماتريكس اخبارها ايه؟ كتيره، وده اختلاف بينهم وبين كل الانسجه، مش بينهم وبين الانسجه بس. It differs from other tissues. ان الجراوند سبستنس مع الفايبرز لما تكون عندك اسمها اكسترا سيلولار كومبوننت بتكون ايه؟ بتكون عندكم ايه؟ اباندنت، يعني اباندنت وفيره كتيره. فاصبحت الخلايا ايه؟ فار ابارت بعيده عن بعضها. ما عدا نسيج واحد اسمه اديبوس تيشو. النسيج الدهني. ده تبع الكونكتيف بس الخلايا بتبقى لازقه في بعضها. فاهم الكلام ده؟ النقطة الثالثة ده اسمه ايه؟ اللي هو عامل زي الجيلي. دايما بيكون جيلي، قال لك لا في نوع واحد. مكتوب عندك اريولار. اكتب مكانه بروبر. يعني الأرضية الخلفية بتاعتي ممكن تكون جيلي فعلا مهلبية. مكتوب عندك كلمة جيلاتينوس. في كلمة جيلاتينوس يعني ايه؟ يعني جيلي، جيلاتين مهلبية يعني. يبقى النوع اسمه ايه؟ بروبر. ممكن تكون ليكويد. يعني ايه ليكويد؟ فلويد. ساعتها هذا الكونكتيف تيشو يبقى اسمه بلاد. بلاد. ما هو دلوقتي يعني بروبر. رابر يعني ايه رابر؟ بلاستيك. بلاستيك مطاطي. ده وساعتها اسمه كارتيج. كلها انواع كونكتيف تيشو يا جماعه. ممكن يكون هارد. ستوني. كالسيفاي يعني فيه كالسر فيه ستون. ساعتها بس اسمه بون. فهمتوا يا جماعه؟ يبقى الصفه الثالثه ان الجراوند سبستنس مش ثابت. ده ممكن يكون رقم واحد ايه؟ جيلي، جيلاتوس، عارف ده مهلاي. ساعتها كونكتيف تيشو اسمه ايه؟ بروبر. لكن لو فلويد بلاد. لو رابري لو بوني او هارد او ستوني يبقى بون. تمام كده. في عندكم نقطة كده مش مهمة أوي، مكتوب إيه؟ البروبورشن يعني نسب المكونات. بروبورشن يعني نسب المكونات، يعني مين أكثر؟ سيلز ولا فايبرز ولا جراوند سبستنس؟ قال لك بتختلف. طب بتعتمد على إيه؟ قال لك على المكان والوظيفة. على المكان والإيه؟ والوظيفة. مش هنعمل أي كلام دلوقتي برضه. نيجي لأنواع الكونكتيف تيشو. ويعني إيه أريولار؟ أريولار اكتب مكانها بروبر. ما ما هقول لك دلوقتي يعني الكونكتيف تيشو نوعين. النوع الاول هتسالني معناه ايه؟ طب اشرح لك النوع الثاني ايه؟ النوع الثاني اسمه سبيشيال. اسمه ايه؟ اللي هم ثلاث انواع ودي الشابتر الجاي، يعني الشابتر الجاي اسمه كارتريدج. اسمه ايه؟ كارتريدج. يعني الكارتريدج ده عباره عن كونكتيف تيشو.
بس سبيشال مختلف التركيب. النوع الثاني بون، النوع الثالث بلاد. ما النوع ده بقى اسمه ايه؟ بروبر. اسمه بروبر. بروبر معناها ايه؟ النوع العادي ان سبيشالايزد، موجود في اي حته، بيتكون من التركيب العام بتاع الكونكتيف تيشو، ملوش تركيب خاص. اللي هي الرسمه اللي انا رسمتها دي ده البروبر. وبقى انواع الكونكتيف تيشو نوعين. نوع هناخده في الشابتر دوت اسمه ايه؟ الشابتر الجاي هناخد مين؟ واللي بعديه؟ واللي بعديه؟ بعد ما نخلص البلد ناخد ايه؟ ناخد المصل. بعد ما نخلص المصل ناخد النيرف. كده بقى احنا خلصنا التيشوز. ده حاجه كويسه. احنا بنقعد طالب بيتحدي كل حاجه في السنه. يا جماعه يا جماعه يا جماعه، عوده في حياتي لتعبر الجسم قبل الوصول اليه. لا ما انت لو وصلت على الجسم هتتعبلي. ليه يا جماعه؟ عوده في حياتك. احنا دلوقتي كل الهدف ان انت عندك امتحان يوم الاربعاء ده في الامسيل، تمتحن يوم الاربعاء كده اسمك اللي بعديه، ما تسمعش الاحداث. الترم الاول ما هو الله اعلم برضه يا جماعة. كل اللي فاتني الغص فعلا جدا السنة كلها تمام. والسنة فاتت يا جماعة كل حاجة كلها خلاص. يعني السنة اللي قبل اللي فاتت كانت حصلت 25 يناير نص كده اتحذف، اسمعوا الكلام بقى يا شباب. ايه وظائف الكونكتيف تيشو؟ اول وظيفه مكتوب عندكم رقم واحد ايه؟ بعدين نصلحها كده، مكتوب عندكم في الحرف رقم دي ده خليها واحد. اول وظيفه استراكشرال سبورت، مكتوبه دي ما خلصوها بقى خليها رقم واحد معلش. بقى اول وظيفه تاني يعني كده استراكشرال سبورت تثبيت المكونات تمام، بكتبوا عليها يدخل في التركيب. البروبر بس ايه؟ الفانكشن دي كانت بتشو كلها البروبر بس. والله ما عارف اقول لك ايه، انت بتروح البروبر بس. انت بتروح البروبر بس. رقم واحد ايه تاني؟ استراكشر سبورت. الشابتر ده كله بيتكلم عن البروبر بس. البروبر يعني بيدخل في التركيب. هديك مثال، هديك مثال. عارفين حاجه اسمها كبسول؟ يعني ايه كبسول؟ كبسول القشره الغلاف ده بتاع البرتقال، زي السنين كده، زي الليفر، زي الكدن. يعني ليه الكدن كده؟ وليه الليفر كده؟ وليه الاسبين مش عارف عامل كده؟ ايه اللي محدد الشات دي؟ كبسول. وده اول وظيفه مطلوب عندك ايه؟ ات مينتينز اناتوميكال فورم اوف ذا الاورجن. لو الاورجن مش ليه كبسول مش هتلاقي شكلها منظره كده. طب مش حاجه ثانيه كمان؟ بصوا معايا كده، هي الاورجنز في منهم فراغات ولا لازقين في بعض؟ لازقين. مين اللي بنلازقهم في بعض؟ الكونكتيف بنسميه باكنج. بنسميه ثاني؟ باكنج. ده مكتوب عندك كلمه فيل ان سبيس. يعني هو اللي بيكمل السبيس اللي ما بين الاورجنز. صح كده؟ طب في حاجه ثانيه اهم. بصوا معايا، لما يكون ده كده بون وفي عضله عايز تمسك فيها، الحته دي اسمها ايه؟ تندون. تندون ده كونكتيف تيشو. التندون ده يا جماعه قوي، هو اي نعم ما انقبضتش اصلا العضله بس قوي، ماسك في العظمه الجامد. في عضله انقبضت وتنفصل من العظمه اسمه تندون. طب لو عايز بون مع بون اسمها ليجامنت. ده برضه كونكتيف تيشو. ودي معنى كلمه استراكشر سبورت، بيدخل في تركيب الحاجه. رقم واحد كبسول، رقم اثنين باكنج بيملى الفراغات ما بين الاورجنز، رقم ثلاثه تندون. يعني ايه تندون تاني؟ يعني بيربط المصل بالبون. يعني ايه ليجامنت؟ بون ببون. رقم واحد استراكشر سبورت، الناس فهمتها؟ رقم اثنين ميتابوليك. ميتابوليك، بصوا معايا كده. هو الانسولين ده بيوصله دم؟ لا. يعني افاسكولار. يعني كلمه افاسكولار مش بلوت فيزيكس، مفيش ماسور الدم واصلاه. بس بيتغذى مش بيتغذى؟ لازم يتغذى مش بيتغذى. مين بقى اللي بيوصله الدم؟ هنا. البلاد بيوصل هنا عند كل تيشو يقف. يحصل ايه بقى؟ المواد تخرج ويحصلها ديفيوجن يعني تمشي. دي وظيفه الكونكت تيشو في اي تيشو على فكره. دايما الكونكت تيشو هو اللي فيه الايه؟ البلاد. البلاد ينزل المواد الغذائيه هنا او يقتل الفضلات هنا، والكونكتيف هو اللي يوصلها لباقي الانسجه.
خلاص مكتوب عنده ايه بقى؟ الفاينل باثوي، باثوي يعني الطريق بتاع الديفيوجن وفي نيوتريانت جازس كربون داي اوكسيد واكسجين ويست برودكت ما بين منه مين؟ ما بين التيشو اللي هو ايبسيليوم او نيرف او ماسل وما بين مين؟ البلد. فهمت؟ يعني هو الوسيط ما بين الدم وما بين الانسجه. رقم 2 نفس صلح ده رقم 2. رقم 3 ديفنسيف لما كل سكين سليم انتكت اسمعي تاني انتكت يعني السكين سليم ينفع البكتيريا تدخل من هنا لحد بكره ما تدخلش امال امتى تدخل البكتيريا لما يتجرح عشان كده يا جماعه الناموسه بتقرص الجلد صح لما يطلع لك ايه السفيسه طالعه دي ما طلعت ليه لان الناموسه اخرمت الجلد فهمنا يا جماعه يبقى امتى الكونكت في دافع لما الابسيليوم يحصل له ايه يحصل له انجن كده الابسيليوم حصل له انجن ايه اللي يحصل البكتيريا تدخل الكونكتيف يعني البكتيريا بيعمل اربع حاجات انتوا اللي هتقولوا لي الخلايا دي ممكن تعمل ايه فاجوسيتوز طبعا ده رقم واحد فاجوسيتوز يعني تروح تقتل البكتيريا الخلايا دي تعمل رقم 2 انت مثلا اجسام مضاد حاجات عامله زي الصواريخ كده يعني دلوقتي بالظبط تخيل ان عسكري اسرائيلي دخل ارض سيناء ليه الحبيبه صح كده ولا المهم العسكري لما دخل ممكن ابعت له عسكري مصري يضربه ياكله دي اسمها ايه ماكروفاج لو تاكله يعني فاجوسيتيك ممكن اضرب فيه صواريخ دي اسمها ايه انفلونزا في حاجه ثالثه بقى اسمها انفلاميشن التهاب التهاب مش لما تسمع كلمه التهاب تفكر ان هي حاجه وحشه عندما تروح تقول لك عندك التهاب يوم الدكتور يديك ايه مضاد حيوي يعني كلمه التهاب دلوقتي البكتيريا لما دخلت الكونكتيف تيشو صح الكونكتيف تيشو بقى يقدر يبعت حاجه اسمها بول مارو عارفين ايه بول مارو فرع عظام يقول لي ابعت لي كميه كبيره من الوايت بلاد سيلز لو عارفين احمد الوايت بلاد سيلز ايه تمشي فين في الدم وتنزل هنا تسحب البكتيريا الناس بتوع البيوت بيسموها تعبئه كلمة تعبئة الناس اللي بيحاربوا بيسموها التعبئة كلمة تعبئة يعني كلمة تعبئة يعني يخلي الكل يجي في الحتة دي دي اسمها تاني انفلاميشن لو الحاصل ان الوايت بي سيز ادت على البكتيريا اصبح هذا الالتهاب اكيوت اكيوت يعني ايه؟ حاد يعني جه بسرعة وخلص امال ليه الدكتور بيديك انتي بايوتيك؟ عشان يسرع العملية عشان يخلي البكتيريا تموت فعلا البكتيريا لو ما ماتتش ايه اللي هيحصل؟ تتحول لكرونيك مزمن كيف تكون مزمن يعني ايه مزمن يعني مين اللي قدر البكتيريا لكن لو انت قدرت كان اكيوت فهمنا يا جماعه انتم عندكم تعريفه لوكال ريسبونس اوف تيشو تسمع اكيوت انفلاميشن يعني يا جماعه الالتهاب دي حاجه حلوه ده الالتهاب ده معناه ان الجسم بيرد وعشان كده الحته الملتهبه بيحصل لها ايه بتورم بتنتفخ بتنتفخ بتتملي وايت ديزيز ناس فهمتها ولا يبقى رقم 3 هو فيها خليه هتاكل وفيها خليه هتصنع عندي بادز بس اعدادهم قليله تقوم تعمل ايه تبعت للبول مارو تقول لي ابعت لي دفعه من الوايت بي سيز عشان تتحرك معايا ده اسمه اكيوت انفلاميشن او اسمه لوكال ريسبونس كلمه ريسبونس يعني ايه استجابه بس في مكانها مش على مستوى الجسم كله خلاص الحاجه الرابعه بقى قبل ما اديناش بالثلاثه ركزوا معايا بقى البكتيريا وهي ماشيه تلاقي وسطها شوية كولاجين فايبرز يعطلوها تلاقي وسطها شوية إلاستيك فايبرز يعطلوها يلاقوا شوية جيلي يعطلوها دي مكتوبة عندكم فيزيكال بارير يعني فيزيكال بارير؟ حاجز فيزيائي حاجز طبيعي زي إسرائيل كده برضه ما نقدرش تعدي لقناة السويس تدخل القاهرة لو دخلت القاهرة هنقدر نموتها لكن إحنا بينا وبينها مين؟ قناة السويس فدي حاجز طبيعي اسمه فيزيكال بارير يبقى الكونكتيف تيشو بيدافع عن جسم الانسان بكام طريقه باربعه الطريقه الاولى ياكل فاجوسيتوز الطريقه الثانيه
خالص. الطريقه الثالثه يعمل اكوت انفلاميشن، يبعت تقول له تعالى اربعه. الوظيفه الخامسه بيعمل ريبير. بيعمل ايه؟ بص الاول، اول حاجه لازم ده كده، بص معايا المنظر اهو اللي حصل، تيشو انجري دامج، يعني واحد خد سكينه ولا مطوه في اي حته، عمل ايه تاني؟ تيشو انجري. لما بيحصل تيشو انجن الخلايا دول اسمها ايه؟ تيجي في المكان ده كده وتبدا تكثر في العدد، تتكاثر. تيجي في المكان اسمها مايجريت، تتكاثر. مكتوب عندك ايه؟ بروليفريت، معناها تتكاثر. وتبدا تصنع ايه؟ الفايبرز. اهم نوع من الفايبرز اسمه كده كولاجين فايبرز. اقول تاني، حصل تيشو انجن، يعني خدت سكينه كده وحته اتشالت من جسمك اهو، فبتيجي الخلايا اللي اسمها فايبروبلاست بتهاجر لهذا المكان، مايجريت وبروليفريت، تكتر في العدد وتبدا تصنع لي نيو كولاجين فايبرز. مكتوب عندك كلمه ديبوزيت، كلمه ديبوزيت يعني بتصنع، معناها بتترسب، بس هنا معناها بتصنع، تفرز يعني. التيشو ده اللي هي عمليته، عملت بقى تيشو اهو، عملت عمليات كتيره اهي. بص معايا كده، هذا التيشو اسمه فايبرس تيشو. اسمه ايه؟ يعني فايبرس تيشو. التيشو مليان فايبرز، في خلايا كتير قوي، بس الخلايا دي بقى مشكلتها بقى بتعمل ايه؟ الفايبرز اللي بتصنعها بتخلي الحته تنقبض، تلم كده. اشمعنى؟ عشان تسرع عمليه الهيلينج، عمليه الالتئام، في الاخر تسيب ذكرى. الذكرى دي اسمها بالانجليزي سكار، يعني لما انت اتخربط هنا يسيب لك سكار. اسمها بالعربي ندبه او نده، او ما اعرفش معناها ايه بالعربي. ايه بقى فكره جراحه التجميل؟ اللي هو لا، جراحه التجميل بقى بيعمل ايه؟ ما يخليش اللي بتاع يلم، يخليه على وضعه الطبيعي، بس يديله فرصه ان الابسيليم هو اللي يلم. الابسيليم لما بيلم بيلم كويس جدا، لكن ما يسيبش اي اثر. فهمتوا يا جماعه؟ دي اسمها جراحه التجميل. جراحه التجميل يعني بتخلي مين اللي يلم؟ الابسيليم. لكن مشكله الكونكت فيشن لما بيلم بيسيب حاجه اسمها ايه؟ سكار. كلمه سكار معناها ذكرى. سكار. اه. الوظيفه الخامسه دي اخر حاجه، الخامسه دي اديشن. الوظيفه الخامسه اديشن يعني حاجات اضافيه، حاجات اضافيه. يقول لك مثلا الاديبوز تيشو، ايه الاديبوز تيشو؟ بيخزن الدهن. طب ايه اهميه الفات؟ هتاكل باي ولا لسه؟ انرجي وايه؟ وثيرمال انسوليتور. عارف يعني ثيرمال انسوليتور؟ حراره. زي ما الحكمه متربمه اهو، عشان كده التلاقي التخين ما بيحسش بالحر قوي، ما يحسش بالبرد يعني. تلاقي ايه؟ بجد؟ اكيد طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ الضخامه ما يحسش. ايه؟ بالله خلاص خلاص. ثيرمال انسوليتور يا فنان معناها عازل حراري. اه يا فنان. الوظيفه الثانيه او المثال الثاني حاجه اسمها هيمو بايوتيك تيشو، هتاخدوها في الفيسيولوجي دلوقتي اكيد يعني، او يمكن خدتوها فعلا. هيمو بايوتيك معناها المصنع للدم. ده موجود فين؟ في البون مارو. اديشنال فانكشن، دي وظائف اضافيه، دي بتبقى سبيشال. هيمو بايوتيك تيشو ده موجود في البون مارو. هيمو بايوتيك يعني المصنع للدم. ده وظيفته هيمو بويزيس. اسمها تاني؟ هيمو بويزيس. معناها ايه؟ فورميشن اوف بلاد سيلز، تصنيع الدم. نقل الصفحه كده بس. اسمها فخ سيلز، عارف اسمها فخ السيلز اللي احنا قلنا اسمها ايه؟ الفاكهه، الفواكه اللي بتضرب لكم انتوا تيشو. نوعين. بقسمه نوعين حسب الابيليتي تو موف. ابيليتي تو موف يعني ايه؟ قدرته على الحركه. في نوع اسمه فيكسد. لا خلاها احسن ريزيدنت، عارف كلمه ريزيدنت يعني ايه؟ اه تمام، مقيم. يعني تمام. يكون ده صح كده. اسمه تاني؟ ريزيدنت. ريزيدنت. فيكسد يعني ايه؟ يا هلاء. اما النوع الثاني اسمه فري. الفري ده مكتوب عندك واندرنج. واندرنج يعني ايه؟ متجول. او ايميجرانت يعني بيهاجر من مكان للتاني. اول حاجه اكيد الخلايا الفري دي ايه؟ وظيفتها بتحارب وبتاكل فبتتحرك وتدور على العدو. لكن الخلايا دي خلايا تكتب التركيب ذات نفسه. اسمهم فيكسد. انتوا عندك كام خليه؟ 8. اكتب عليهم انيوميريت. احفظهم بس.
ازاي؟ الخليه رقم 2 اسمها ايه؟ فايبر. فايبر ايه؟ قول لي يعني ايه فايبر بلس؟ بعد ما بتصنع الفايبر تطلع المعاش يبقى اسمها ايه؟ فايبروسايت. سهله كده؟ خليه اسمها فايبر بلس تيجي تصنع قاعده مكانها مش هتمشي. خلاص؟ ولما بتكبر في السن وعرفت تصنع يبقى اسمها فايبروسايت. تمام كده؟ في عندكم خليه رقم تقريبا 7 اسمها اديبوز. ممكن انت مكان كلمه اديبوز ايه؟ فات سيل. وكده عندي كام اف؟ 2 يبقى كده 3 اف. 3 اف. الخليه الام قلنا اسمها ايه؟ ميزنكايما. خليها ميزنكايما عشان تكتب بحرف الام. ميزنكايما شايفين عندكم؟ الخليه الام اسمها ميزنكايما. الخليه رقم 8 خليه بتاكل بس قاعده مكانها يبقى اسمها ايه؟ فيكسد ماكروفاج. كده عندك كام ام؟ 2 ام. ايه هما؟ تمام. لما عايز اقول 3 اف على 2 ام الشرطه دي ممكن انطقها ازاي؟ بير. صح ولا غلط؟ بير. بير مين؟ بير كيلو بير كيوبيك بير اسمها كده بير. خلاص؟ بير بقى نقول البير بقى. البي دي اختصار كلمه بيري سايت. خليه اسمها كده. ما تقوليش يعني هناخدها في التفصيل. خليها دلوقتي تتشرح. الاي خدناها قبل كده. اسمها اندوثيليا. خدناها فين؟ حد فاكر؟ سيمبل سكوماس. ده السيمبل سكوماس اللي بيبطن مين؟ بلاد فيسلز. اه قول لي انت بتشوف بيتخانق عليه. قول لي الخلايا دي تبعنا. وعنده ادله. والبيسيليم عنده ادله. اكيد الدليل بتاع البيسيليم ان هي ايه؟ بتبطن. الخلايا دي يا جماعه خناقه ما بين الكونكتيف تيشو وما بين البيسيليم. هناخدها في البيسيليم ونحطها في الكونكتيف تيشو. مش ميداني؟ الخليه الثالثه اسمها ريتيكولار. كده عندي كام خليه؟ تمام. اختصارهم ايه تاني؟ 3 اف بير تو ام. الثلاثة ايه؟ فايبروبلاست وفايبروسايت والفات. 2 ام الام ميزنكايما واللي هتاكل ماكروفاج بس فيكسد. وعلى بير بيريسايت اندوثيليال سيلز ريتيكولار سيلز. خلاص كده؟ تمام كده بس. أربع امتحانات الناس تحاول تجيب ساعة واحدة بالظبط. عشان جايين بدري والله. الحصة امتحان يا جماعة 10 دقايق بالظبط. بعد كده بكمل الحصة. هو عامل حلو ايه؟ لا 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 مش فاهم انت عايز تعمل ايه.
على كده يعني. لا يا عم يلا توكل على الله. انا ما احبش بص ما احبش اروح بص هو بكره العمل يا واحد لسه هم اللي بيعملوا على فكره هناك بيعملوا ورقه وبيوضوه في سنتر ده ايوه ما هو الراجل بتاع بس هو كده ف ده العمل ده العمل احنا عارفين فاكر نظره العمل ده هاني ده هاني دي هتتوزع عليكم بكره هتشتروها كل ده جاي راجل اصلي بيجي لهم بتاع اللعب ايه اصل بص انا مره شفتها مشكله في الكويت العيد الوطني في شهر 2
العيد الوطني شهر يكون 25 24 25 ده كتاب اصلا في ايه ده؟ ده العام ده ده العام ده كتاب اصلا احنا اخدنا مش عارف يدوبك ثلاث تجارب كل ده بسطر لا تقريبا ايوه دي الاسئله والنظري يا عم الاسئله مش هو ده النظري اللي في العمل المهم الاجازه هتبقى يوم ايه هتيجي اخش جوه عشان الشمس هتبقى 10 انا مش عارف انا في شتا ولا في صيف فكرنا بيوم صادية والله اي والله يا يعني ايوه والله واحد لا مش عارف انا جيت هنا قلت اشوف حاجه جديده انا قلت هشوف بقى ايه الفرق ايوه والثلج اتصفى كشخة تسجلت